السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، إليكم عناوينها. وفاة 3 أعوان من الحرس الوطني أثناء مهمة أمنية في سبيتلا، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب تأبين لهم في العوينة، ويعود جريحين في المستشفى العسكري بتونس. بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تونس تعلق رحلاتها من وإلى عدد من الدول، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا تتابع التطور الوبائي الجديد. في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، الاحتفاظ ب 12 شخصاً على ذمة التحقيق، وتقديم 10 آخرين للنيابة العمومية، وإدراج صاحب المؤسسة الموردة بالتفتيش. أهلا بكم. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مرفوقا برئيس الحكومة هشام المشيشي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة للإطمئنان على صحة جريحي الحرس الوطني اللذين أصيبا في حادث المرور الأليم الذي جد اليوم بمنطقة الشرايع التابعة لمعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين، كما أشرف بثكنة العوينة على موكب تأبين شهداء الواجب الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث. عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم مرفوقا برئيس الحكومة هشام المشيشي جريحي الحرس الوطني للاطمئنان على صحتيهما بعد أن تم بأمر منه نقلهما إلى المستشفى العسكري بتونس إثر إصابتهما في حادث المرور الذي جد صباح اليوم على مستوى منطقة الشرايع التابعة لمعتمدية سبيتلا، وأودى بحياة 3 من زملائهم أثناء أدائهم لمهامهم. كما أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على موكب تأبين شهداء الواجب الوطني أبطال الحرس الوطني 3 بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الداخلية وآمر الحرس الوطني، متقدما بتعازيه لعائلات أبطال المؤسسة الأمنية. لن ننساهم أبدا، لن ننسى أبطال تونس أبدا، وسيبقون في ذاكرة التونسيين شهداء سقطوا وهم يؤدون الواجب المقدس في الحفاظ على وطنهم. وكان شهداء الواجب قد لقوا حتفهم اليوم في حادث مرور بينما كانوا يقومون بمهمة أمنية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية جاء فيه أيضا أن السيارة التي كانت تقلهم لم تكن ضمن موكب وزير الداخلية المتوجه إلى منطقة حاسي الفريد لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد العملية الإرهابية التي جدت أمس بجبل السلوم عقب الذيبي. وكان شهداء الواجب قد نقلوا إثر الحادث إلى مستشفى سبيتلا قبل نقلهم إلى العاصمة، حيث تم التأبين، فيما نقل المصابان إلى مستشفى القصرين حيث تحول وزير الداخلية توفيق شرف الدين لعيادتهما والاطمئنان على صحتيهما قبل أن يأمر رئيس الجمهورية بنقلهما إلى المستشفى العسكري بتونس ليكون محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين تم تشييع الراعي عقب الذيبي الذي اغتالته يد الغدر الإرهابية أمس بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم إلى مثواه الأخير. هنا عاش وترعرع الشهيد عقب الذيبي بين جدران منزل شيد من الطوب وسفح جبل منه كان يتنفس نقاء الهواء ويكسب قوت يومه لقلة ذات اليد. جبل كان له بالأمس الحياة واليوم قبرت به أحلامه وسفكت دماؤه. وشهيد وطالع باش يسقط مع خيوته، ولكن هو ياخذ الحظيره باش يعاون خيوته. خيوته معاه بشو ينحفوا الحطب وهو مش يسرح لهم بالغلم. حزن امتزج بالخوف والرهبة من مستقبل مجهول بهذا المكان الذي يعيش أهله بين مطرقة الفقر وسندان الإرهاب. ولكن رغم هذه المعادلة الصعبة، فإن أهالي دوار العثمانية الذين شيعوا جثمان فقيدهم متشبثون بأرضهم ووطنهم، راجين أن تتدخل الدولة لتؤمن وتضمن بقاءهم هنا بسفح جبل السلوم. ديما مع الدولة ومع أرضنا، نحن أرضنا دي أرض الدولة. أراحوا شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم العباد هذه كيفاش تعيش، ناس ما تلقى واش تاكل، ما يقلع شوي حالفه ما عنده ما ياكل. هو جاء سيد وزير الداخليه وعد وحكى مع باباه، حكى معي انا، شاف الحاله
حكينا له على الوضعيه اللي حكيت لك عليها تو، تقبل قال نحن الوعود هذه رانا مش تنوعدوكم بالغلط، رانا تنوعدوكم بحاجات بالصحيح، مش نهو على السخانه باش نوعدوكم ومن بعد نجبدوا. رجاء بلغه اهالي المنطقه لوزير الداخليه توفيق شرف الدين الذي تحول صباح اليوم الى منزل عائله الشهيد عقبي الذيبي لتقديم واجب العزاء. مثل الوضع العام بالبلاد والدور الذي تلعبه القوات المسلحة في هذه الفترة من السنة محور اجتماع المجلس الأعلى للجيوش اليوم برئاسة رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة قيس سعيد الذي جدد ثقته المطلقة بالقوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفي قدراتها وعزمها الثابت الذي لا يلين على حفظ مؤسسات الدولة. ربما لم تعرف تونس مرحلة الدقيقة مثل هذه المرحلة التي تعيشها اليوم، ولكن أطمئن كل التونسيين والتونسيات على أن مؤسسات الدولة ستستمر، وأن الجيش التونسي الوطني، قواتنا المسلحة العسكرية قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك، فضلا عن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة سقط ضحايا من قواتنا الأمنية اليوم، سقطوا وهم يؤدون الواجب متجهين في موكب رسمي، ولكن لن ننساهم أبدا ولن ننسى كل شهدائنا من قواتنا المسلحة ومن قواتنا الأمنية. الشعب التونسي ما زال يطالب بعد 10 سنوات بنفس المطالب التي رفعها في ديسمبر من سنة 10 و2000، حقه في الحرية وفي الشغل وفي الكرامة الوطنية، هي نفس المطالب، دليل على إفلاس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، دليل على أن ما تم خلال هذا العقد لم يكن هو الاختيار الأسلم بالنسبة إلى التونسيين والتونسيات. مقترحات عديدة تروم الحفاظ على صحة المواطن صاغها اجتماع اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا الطارئ اليوم، ستحال لاحقا إلى رئيس الحكومة لإقرار الملائم منها بمناسبة رأس السنة الميلادية، كما جاء عن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مدير معهد باستور بتونس الهاشمي الوزير الذي قال إن وزير الصحة فوزي المهدي سيتكفل لاحقا بعرض المقترحات على رئيس الحكومة هشام الشيشي متحفظا عن التصريح بخصوص تفاصيلها. وفيما يتعلق بالسلالة الجديدة للفيروس أوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة متابعة الحالات الإيجابية والقيام بالتقطيع الجيني للتقصي حول وجود السلالة المتحولة من الفيروس في تونس من عدمه ومدى انتشارها إن وجدت. وزير الصحة فوزي مهدي أكد أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماع اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مجددا، معتمدين المعلومات التي قدمها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وقد جاء فيها أن نسق الإصابة تصاعد من جديد، كما تم تسجيل حالة اكتظاظ بالمستشفيات وعلى مستوى الحاجة إلى أسرة الإنعاش. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حالياً أدلة قاطعة حول ما إذا كانت الطفرة الجديدة لسلالة فيروس كورونا تنتشر بسهولة أكبر أو قد تؤثر على فاعلية الاختبارات واللقاحات. يأتي ذلك في وقت أعطت فيه الوكالة الأوروبية للأدوية موافقتها على استخدام لقاح فايزر في دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي يسود فيه التوتر في العالم من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وتأكيد بريطانيا أن هذا النوع من الفيروس خرج عن السيطرة، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن جميع الفيروسات تتغير بمرور الوقت بما في ذلك فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأدلة الحالية ليست قاطعة حول ما إذا كانت هذه الطفرة الجديدة من الفيروس تنتشر سريريا بسهولة أكبر أو تتسبب في مرض أكثر حدة أو قد تؤثر على فاعلية الاختبارات واللقاحات. كما دعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى الاستمرار في الأبحاث الجينية والتبليغ عن أي تحولات واتباع منهجية الوقاية في التعامل مع تدابير السفر. وفي الوقت الذي انطلقت فيه عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في دول عدة في العالم، برزت بعض التساؤلات حول مدى نجاعة اللقاحات ضد هذه السلالة الجديدة، إذ أعلنت الحكومة الألمانية أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة، وأنه ليس هناك دليل على أن هذه السلالة تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح. وأمام هذه التطورات المتسارعة وانتشار هذه السلالة في بعض الدول، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية موافقتها على استخدام لقاح فايزر في دول الاتحاد الأوروبي، ما يسرع في إطلاق حملة التطعيم في أوروبا. وكانت الهيئة التنظيمية الأوروبية أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تتخذ قرارا قبل أن تكون البيانات الخاصة بجودة اللقاح وسلامته وفاعليته متينة وكاملة بدرجة كافية لتحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق المخاطر المرتبطة به. الوضع الجديد والمخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا دفع عددا من الدول إلى حظر السفر من وإلى بريطانيا، على غرار الجارة المباشرة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا، وكذلك دول غير أوروبية قررت جميعها قطع رحلات النقل مع بريطانيا، ما يعكس حجم القلق الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر ابتداء من اليوم الاثنين وإلى حين إشعار آخر تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا، وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان. وأوضحت وزارة النقل في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا القرار يأتي بعد تطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة. إذن ومع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا مؤخرا بعدد من الدول، تطرح تساؤلات عديدة عن مستوى خطورة هذه السلالة مقارنة بالسلالة الأولى للفيروس، وعن مدى نجاعة الإجراءات الوقائية المعتمدة حاليا وكيفية تحيينها وتعديلها حسب ما تقتضيه الأزمة الصحية على المستوى العالمي. تساؤلات نطرحها في هذا التحقيق ونقدم وجهة نظر المختصين، نتابع. توصل بعض المخابر العالمية مؤخرا إلى لقاحات ضد فيروس كورونا كان بمثابة جرعة أمل للبشرية جمعاء للخلاص من هذا الوباء، أمل يبدو أنه بدأ يتبدد بظهور سلالة جديدة للفيروس في بريطانيا. خفنا حتى الفرحة اللي كنا متوقعينها معناها وفرحانين بها على التلقيح، نحس في روحي تزيد تراجعت. أنا سمعنا بالفيروس هذا المتطور ياسر، خفنا ليجي تونس. هذه السلالة الجديدة تترجم تحول الفيروس، ومن خاصيتها أنها أكثر انتشارا من السلالة الأصلية وفق المختصين في المجال. وإذا كان الانتشار باش يزيد كما أثبتته للأبحاث الأخيرة تقريبا بنسبة 70%، يعني باش يكون فما خطورة كبيرة لتفشي سريع. مستجدات تدفعنا للحديث عن الوضع الوبائي في تونس الذي سجل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا وصف بالمتزايد للإصابات والوفيات والمقيمين بالمستشفيات، مع وجود تفاوت بين الجهات، ما ينذر بموجة ثالثة لفيروس كورونا وفق الخبراء في المجال. اللي لاحظناه هو مع الأسف فما بعض الجهات في الجمهورية متاعنا حتى العدد متاع الناس اللي تقيم في المستشفى ولا في أقسام النعاش هي مرتفعة. إذا كان مش نتواصلوا على المنوال هذا، إذا كان مش نتواصلوا كما هكا كما الأسبوع هذا
بعد أسابيع أخرى تنجم تكون ثم موجة ثالثة. الخطورتها هو العدد الكبير ومع توا النزلة الموسمية الموجودة، ومش تكون معناها نخاف من نعود ونرجع الوضعية متاع الاكتظاظ في الأقسام الاستعجالي وفي المستشفيات. تطور الوضع الوبائي على المستوى العالمي والوطني ربما سيكون حاسما لرفع حظر الجولان من عدمه. الوضعية مازالت مخطرة في بلادنا، احنا قادمين على وضعيات اللي ربما بشكون فيها انتشار كبير. العقل يقول انه من الاحسن انه نتفاداو هالريسك هذايا، ومن الاحسن انه نزيدوا نستناو شويه في الحجر، يعني نزيدوا نواصلوا فيه. ما نتصوروش اللي باش يوقع الرفع على خطر العدد كما قلت لك قاعد يزيد المده هذه الاخرى، وممكن نقعدوا على الحالة اللي موجودين فيها توا. على كل حال حتى حد ما ينجم يعرف إلا اللجنة العلمية هي اللي مش تقرر. هذا وقد عقدت اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اجتماعا طارئا بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي، وتدارست المعطيات الوبائية المقدمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، لترفع إثرها اللجنة العلمية مقترحاتها وتوصياتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا. في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انتظمت حملة لتقصي فيروس كورونا نظمتها بلدية تونس بالتعاون مع وزارة الصحة. الحملة التي تهدف إلى تقليص العدوى شهدت إقبالا كبيرا من التونسيين، وواكبتها كاميرا الأخبار. توابير انتظار طويلة امتدت على طول شارع الحبيب بورقيبة. مواطنون قدموا خصيصا أو هم مارون صدفة من شارع الرمز، وقفوا في انتظار إجراء تحليل سريع لفيروس كورونا. هنا 15 دقيقة كافية لمعرفة نتيجة تحليل، ففي أقل من ساعة وقع اكتشاف 14 حالة إيجابية حاملة للفيروس. بدرت صباح باش نشوف وضعيتي، يعني مريض مانيش مريض. جيت على نية قلت خليني ما عندي حتى شيء، عندي دون طريق نفسان، عندي طريق نفس ماذا بيا نشوف روحي يا اخي، قلت خليني باش نعدي على روحي باش نتهن. باش على الاقل اللي مريض ما يعاديش اصحابه يعادي غيره ويربي له. بارك الله فيهم. اما ولايه تونس نهار بركه وعباد من 6 نتاع الصباح فهمت واستاهوا والكل حقهم يزيدوا نهار اخر. ومركز واحد شويه نورمالمون شارع الحبيب بورقيبه يعملوا فيه ثلاثه. ان شاء الله البدر هذيا تكون في كل المناطق، ماهوش في شارع بورقيبة، تكون في كل مناطق داخلية. تحاليل سريعة مجانية تجرى في إطار حملة مشتركة بين وزارة الصحة وبلدية تونس. أما فما برشا حالات جاوني، برشا حالات قاعدين يدوروا، معناها معنا لحالات موجودين. وهيك تشوف الأقبال لوبجيكتيف ديجا اتا. احنا كي نشوف انا مازلنا ما عملناش حتى ساعه وعندنا بريسك 13 ولا 14 بوزيتيف، دونك احنا هذاك لوبجيكتيف نتاعنا انه تقصي نتاع الحالات الايجابيه باش اون ليميت لا بروباغاسيون نتاع الفيروس ونمنعوا عدوى نتاع اشخاص اخرين. ونظمنا الحمله هذه اللي قلنا ضروري، وانه اليوم نقربوا للمواطن خاصه لحاملي الاعراض اللي ربما يصعب عليه انه يلتحق بمركز من المراكز، وكيف كيف نقصوا الضغط على المراكز اللي قاعد تقوم فيها اليوم في التحاليل. حبينا من خلال الحمله هذه تكون بالاساس تحسيسيه باش نعاود ناكدوا مره اخرى على ضروره التباعد الجسدي وضروره ارتداء الكمامات وتحمي روحك باش تنجم تحمي غيرك. حملة تقصي لفيروس كورونا عبر تحاليل سريعة مجانية بهدف التقليص من العدوى تتواصل غدا في العمران الأعلى، وبعد الغد في منطقة الحريرية، في انتظار تعميم البادرة ربما في بلديات ومناطق أخرى في مختلف جهات البلاد. في شأن آخر، ما تزال قضية النفايات الإيطالية المستوردة تشهد مستجدات مع تقدم سير الأبحاث، وقد أفضت التحريات والمعاينات والتحاليل إلى احتفاظ النيابة العمومية بسوسة ب12 شخصا على ذمة التحقيق، وإحالة 10 متهمين على النيابة العمومية، وإدراج صاحب المؤسسة التي تولت توريد النفايات المنزلية الإيطالية بالتفتيش وفق ما صرح به المساعد الأول لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة.
ما توفر من أدلة وقرأ أن النيابة العمومية بسوسة أذنت بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وتقديم 12 شخص إلى النيابة العمومية وإدراج شخص بالتفتيش. بخصوص المتهمين الذين هم بحالة احتفاظ نجد فما وزير المقال ووزير البيئة كذلك فما عن مدير ديوان الوزير السابق عن كذلك المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات السابق كذلك موجود فما مدير بوكالة التصرف في النفايات وهناك مدير ورئيس لجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم الاحتفاظ بإطار سامي برتبة عميد تابع للديوانة بسوسة كما تم الاحتفاظ بصاحب مخبر التحاليل الذي قام برفع العينات بالإضافة إلى الاحتفاظ ب موظف تابع للإدارة الجهوية للبيئة بسوسة وعون بريد. بالنسبة للمتهمين الذين تم الإذن بتقديمهم للنيابة العمومية كما قلت فما بلغ عددهم 12 شخص ومن بين هؤلاء الأشخاص نجد فما وزير البيئة سبق له أن تقلد وزارة البيئة كذلك فما المدير العام السابق لوكالة التصرف في النفايات والمدير الحالي لوكالة المحافظة على المحيط بالإضافة إلى هناك زوز إطارات ديوانة برتبة عميد وكذلك فما ثلاثة أعضاء من لجنة الموافقات التابعة للوكالة الوطنية للمحيط بالإضافة إلى قنصل تونس بنابولي. أهم اللي وجهت للمتهمين هي تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك و التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره. مشغل فلاحي يأخذنا إلى ولاية باجة حيث تم فتح تحقيق في إتلاف 17 قنطارا من الحبوب في منطقة قبلت إذ يشتبه في وجود تقصير في عملية حماية هذه الكمية التي تعود إلى السنة الفارطة. على إثر الزيارة التي أداها أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب إلى مركز تجميع الحبوب بقبلات من ولاية باجة الجمعة الفارط لمعاينة حوالي 17 ألف قنطار من الحبوب التالفة بسبب ما اعتبروه إهمالا وسوء تخزين، نفى المسؤولون عن المركز ذلك معتبرين أن ما حدث هو عملية نقل فواضل صابة 2019 حماية لصابة 2020 من التسوس، حيث تم منذ فترة تحويل هذه الكميات وهي تحت تصرف الشركة التعاونية للبذور والمشات الممتازة والمخزنة بمركز باجة أساسا. تم ما يقارب معناها سابة 2020 ما يقارب مليون قنطار موجودة في الدوائر متاعها وهذوما 17 قنطار موجودة غاديكا معناها صار فيهم ضرب فيهم السوس شوية اوتوماتيك لازم نحولوهم من غادي باش ما تعملش كونتاميناسيون لك المليون قنطار نجيبوا 17 قنطار نبعدوهم لهنا خير من تضرب لنا مليون قنطار غادي وكانت العملية كيك وحفظناهم لنا على أساس من بعد مش يصير فيهم ديجا من أوت بالنسبة للوزارة قاعدة تتبع فيها. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة أكد من جانبه علم الاتحاد بوجود هذه الكميات منذ مدة حيث وقع تنبيه وزارة الإشراف وديوان الحبوب لذلك مشددا على أهمية محاسبة المسؤولين ومراجعة الحوكمة داخل الشركات التعاونية عموما. إلى أنه فما سوء تسيير وفما سوء تصرف حاصل نحن لا نتهم الناس بالفساد وخلي لجنة التحقيق هي اللي تبين الموضوع هذا ولكن فما سوء تسيير وسوء تصرف ونبهنا ليه عنا مدة اليوم هذا حصل وكم كلكم اليوم تتابعوا فيه وقت اللي احنا في الاتحاد طالبنا بالدعم بثلاثة مليارات تعرفوا في شركة معينة باش ندعموها في حدود 60 ألف ولت المالية مش قادرة واليوم في 17 ألف اللي هما قيمتهم 2.5 مليار
في الأثناء اعتبر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن حوالي 6000 قنطار من جملة هذه الكميات هي من البذور التي لم تحظى بالمصادقة من الجهات الرسمية، وأن هذه الحبوب هي محل متابعة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث قامت لجنة فنية بزيارة الشركة في 11 ديسمبر الجاري للوقوف على الكميات المصابة بالتسوس وتحديد المسؤوليات. فيها التحقيق، التحقيق هذا فني ومالي، وكل عبد معناها عنده معناها دخل في حاجة ولا مقصر ولا حاجة، هذه مرجع نظر المصالح اللي يرجع لها النظر في وزارة الفلاحة. وفي انتظار نتائج التحقيق واتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة ضد كل من سيثبت في جانبه أي تقصير أو تلاعب بهذه المادة الحيوية، يتواصل العمل بكل جدية لإنجاح الموسم الفلاحي بولاية باجة. ترتفع وتيرة حوادث التسمم بالغازات السامة في فصل الشتاء، والسبب الرئيسي سوء استعمال وسائل التدفئة. في هذا الروبورتاج نلقي الضوء على الطرق المثلى لاستعمال هذه الوسائل، نتابع. تعرضت لحادثة اختناق بالغاز خلال بحثها عن دفء في يوم شتاء بارد، وأصبحت بعد ذلك لا تستعمل وسائل التدفئة بعد أن نجت من الموت في مناسبتين. نبدا نهلوس نعمل المولا فما ريحه غاز، ولا فما نبدا نحلف فما ولا فما ريحه غاز، هو ما فماش ريحه غاز هكيك، سبحان الله صار هكيك، بقيت مرعوبه. هذا الرعب وهذا الخوف كان نتيجة ما عانته ريما، وكل من يتعرض لحالة اختناق نتيجة خلل في أجهزة التدفئة أو لسوء استخدامها. إنسان يحس بصداع في الرأس، ومن بعد يحس هكا كأنه هكا عنده نوع من الخمول كأنه فشل، ومن بعد يحس بالتنميل بالأطراف، ومن بعد يبدأ عنده اضطراب في الوعي، ومن بعد تظهر علامات الاختناق ويفقد الوعي. تفادي هذه الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى الموت تختلف طرقها من أجهزة تدفئة إلى أخرى. فبالنسبة لوسائل التدفئة التي تعمل بالفحم أو الحطب، والتي تكون في العديد من الأحيان الوسيلة الوحيدة للتوقي من برد الشتاء، ينتج عن سوء استعمالها عديد المخاطر. وليدات نظرنا قتلهم البرد نجيبه في الحطب، ما عدناش غاز. البارحة تتعشينا على العافية كهك. نستعمل فيها ديما ندفو ونطيب عليها في الفطور والعشية وفطور نص نهار. يخلي الباب مشقق شوية أو الشباك باش الغازات الاحتراق تخرج من الشباك ومن الباب، ويقعد ديما هواء نظيف وغني بالأكسجين ونتفاداو الزنزانة. ترك مجال لتجديد الهواء يهم أيضا التجهيزات التي تشتغل بالبترول الأزرق أو ما يعرف بالغاز، وهي أجهزة يجب إخضاعها لصيانة دورية. المشكل نتاعو هو انه الفتيله نتاعو لازمها تتبدل سنويا، خاطر كي تتحرق هي تولي تعمل كل ماده كل ماده المحترقه فوق الفتيله تولي الاحتراق ما عادش يكون بصفه كامله، بصفه غير كامله، وهنا يعطي غاز او اكسيد الكربون الزنزانه. الصيانة والتهوئة إجراءات يجب الحرص عليها بالنسبة لمدافئ الغاز، لأن التغافل عن ذلك قد يتسبب في انفجارات واندلاع حرائق، فضلا عن الاختناق الذي قد يؤدي إلى الموت. وكل دبوزة فيها جوان، الجوان هذاك برشا مرات وقت تحل تبدأ تسكر ساعة ساعة يتقرض، هو يكون سبب في تسرب الغاز، وإلا يتسرب الغاز ما كل الأنبوب. الأنبوب اللي يخرج من الدبوزة هذيك باش يمشي للجهاز تسخين الماء أو الجهاز تسخين نتاع الدار، والأنبوب هذا من الكاوتش وعنده عمر معين. وأودى تسرب الغاز من أجهزة التدفئة أو تسخين الماء بحياة عدد من الأشخاص خلال الفترة القليلة الفارطة، منهم 3 أفراد من عائلة واحدة بمدينة سوسة، وفق إفادة الحماية المدنية التي أشارت إلى أن تدخلاتها تبلغ سنويا بين 500 و600 تدخل في حوادث اختناق إما بغاز متسرب أو بغاز منبعث من أجهزة التدفئة. نفذ عدد من القضاة من مختلف الأصناف والرتب يوم غضب بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، وقد عبر المحتجون في وقفة أمام قصر العدالة عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة، معلنين مواصلة الإضراب العام المفتوح إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض.
أجمع القضاة المشاركون في يوم الغضب الذي دعت إليه نقابة القضاة التونسيين على رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة، معلنين مواصلة الإضراب العام المفتوح إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض الجدي وفق تعبير رئيسة نقابة القضاة التي حملت الحكومة مسؤولية تعطل مرفق العدالة. القضاة التونسيين غضبت لماذا؟ لأنه أولاً لم يقع احترام إرادتها، أولاً لم يقع إلاء السلطة القضائية المكان التي تستحق. نحن لا نمضي على عقود إذعان، نحن نتعامل بمنطق الدولة، نحن نحترم ونحتكم لقضاة تونس اللي اليوم كما شفتوا حسمت وقالت الاتفاق هذاك في حكم المعدوم لا يمثل قضاة تونس. الإضراب متواصل لأنه نحن طالبنا الحكومة تراجع موقفها وتقعد على حوار جدي وتحط تفاوض جدي ونشوف تصور يبني القضاء مستقل ويحمي حقوقنا. وبخصوص الخلاف مع جمعية القضاة التي وقعت الاتفاق مع الحكومة، دعت نقابة القضاة إلى عدم الاستثمار في الانقسامات بين الهياكل، معتبرة أن قواعد القضاة هي من اتخذت قرار مواصلة الإضراب. اليوم نحب نأكد شيء، راهو ما تستثمروش قولوا لهم الحكومة في انشقاقات، ليه؟ لأنه مش الفايدة في وحدة الهياكل، الفايدة في وحدة قضاة تونس واليوم قضاة متحدة، هذه هي الرسالة. اليوم مش النقابة في الحقيقة هي اللي رفضت، اليوم وبالأمس كذلك قواعد القضاء وقضاة تونس هم اللي رفضوا الاتفاق هذايا. نقاط الاختلاف اللي المطروحة هي في نقطة التأجير مثلا، هي أكبر نقطة تقول في الاتفاق هذايا اللي هو باش يعملوا من هنا الفيفري لجنة أمان مالي للقاضي باش يشوفوا لها التصورات ويشوفوا لها المخرجات نتاعها. نحن ما أضربناش شهر وهذا حاجة مسبوقة باش نعملوا لجان باش نتفقوا على حاجات في المستقبل، نحن نحبوا حاجة جدية، حاجة جدية، حاجة ملموسة. وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قررت يوم الجمعة الماضي رفع الإضراب العام والعودة إلى العمل بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة والذي تعتبره نقابة القضاة باطلاً. كما نفذت الجامعة العامة للتخطيط والمالية يوم غضب شارك فيه عدد من أعوان المالية والتخطيط من مختلف ولايات الجمهورية، طالبوا فيه بالأساس بتفعيل الاتفاقيات المبرمة. من جابس حضر الكاتب العام للفرع الجامعي للمالية عبد الله الإمام أمام مقر وزارة المالية والتخطيط والتنمية والاستثمار لمشاركة عدد من زملائه من أعوان التخطيط والمالية في يوم الغضب والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين وزراء المالية السابقين والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. تفعيل قانون الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2018 اللي يفرض اللي يعمل هيئة، هي الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص التي تم إقرار إحداثها إثر المصادقة على الفصل 66 من قانون المالية لسنة 18 و2000، والتي ستساهم وفقا للمشاركين في هذا الحراك الاحتجاجي من تعزيز موارد الدولة وحماية أعوان الاستخلاص والجباية والمالية. اليوم تم الاعتداءات على الموظفين، تجاوزات من المواطنين تجاه الاعوان، اليوم نحبوا قانون اساسي يحمينا ويكفل الضمانات القانونيه للمواطن كذلك. الزملاء متعرضين للضغوطات، متعرضين حتى انا قاعد خزينه كي نخرج نبلغ متعرضين برشا صعوبات في اي ميدان، ما طالبين حتى شيء، نحن طالبين بطبق القانون. جميع الاعوان يخضعون بمجرد أن ترسل بعض الجهات المشبوهة رسائل مجهولة المصدر يصبح أعوان هذا السلك محالين على القطب القضائي المالي وعلى فرقة العوينة. اليوم الأعوان ما عادوش قادرين يخدموا خدمتهم على الوجه الأكمل، ظهرهم مش مسنود، مسارهم المهني غير واضح. ووفقا للجامعة العامة للتخطيط والمالية فإن هذا الحراك الاحتجاجي سيكون انطلاقة اعتصام مفتوح أمام الوزارة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة وفي كافة مكاتبها الممثلة في مختلف ولايات الجمهورية. توفينا جميع الحلول ولكن لا من مجيب، خاصة في الوزارة هذه والحكومة هذه، فمعناتها احنا أجبرنا جبرا باش نقوموا باعتصام معناتها داخل الوزارة، واحنا وهذا رأي معناتها جهات الكل والجمهورية كاملة سيكون مفتوح إلى ما لا نهاية له حتى إصدار النظام الأساسي للأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية للاستخلاص.
ويذكر أنه تم الاتصال بمسؤولي الوزارة للإجابة عن مطالب المحتجين، إلا أنهم أجلوا ذلك إلى وقت لاحق. في أخبار الرياضة، اكتفى واسط المنتخب الوطني بالتعادل دون أهداف أمام نظيره المغربي في اللقاء الذي جمعهما اليوم بملعب رادس لحساب الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم التي تستضيفها موريتانيا العام القادم، ليرفع المنتخب المغربي بهذه النتيجة رصيده في الصدارة إلى 4 نقاط مقابل 3 للمنتخب الليبي و2 للمنتخب التونسي ونقطة واحدة للمنتخب الجزائري الذي أنهى مشاركته على التعادل وهزيمتين، فيما خرج المنتخب المصري من المسابقة لعدم اكتمال نصاب لاعبيه جراء عديد الإصابات بفيروس كورونا. تحول الترجي الرياضي اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لملاقاة أهلي بنغازي الليبي بعد غد الأربعاء في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأخير لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، على أن يواجه مواطنه النادي الرياضي الصفاقسي مضيفه فريق مولدية الجزائر السبت القادم بملعب 5 جويلية. أما في مسابقة كأس الكونفدرالية فسيحل النجم الرياضي الساحلي غدا الثلاثاء ضيفا على فريق المقاولون العرب المصري في ذهاب الدور 16 الأول، على أن يستقبل الاتحاد المنستيري بملعب مصطفى بن جنات أهلي طرابلس الليبي. ونختم بجديد الساحة الثقافية، تراثي هو عنوان المعرض الفني الذي يقام حاليا بإحدى قاعات العرض الخاصة بتونس العاصمة. المعرض ألقى الضوء على عدد من المعالم الأثرية والعمرانية كنزل البحيرة بتونس العاصمة. نتابع. هذه صور من وسط العاصمة تونس أو وسط البلاد كما يحلو للعديد تسميته، مدينة حمل الخوف من أفول نجمها 27 فناناً في صور فوتوغرافية ولوحات تشكيلية قارنت بين ماضي عدد من معالمها الأثرية والعمرانية وحاضرها. هالباتريمون هذي والتراث هذي قاعد يندثر ومانيش قاعدين نحافظوا عليه، واللي هو كان جينا في بلدان أخرى راهو عاملين حوله معارض والعبيد تجي من البلايس الكل باش تتفرج ولا تشوف في المعالم هذي. من المعالم العمرانية التي خفت حضورها في حياة المدينة فندق البحيرة، هذا الفندق الذي مثل في 70s القرن الماضي إحدى أبرز العلامات البصرية المميزة للمدينة، والآن اختفى من المشهد السياحي فإنه لم يغب عن المخيلات الجماعية التي يستفزها كل إعلان عن نية هدمه كما بين المعرض. نحس اللي كاينو قاعد يتباع وكما بلادنا، ولازمنا حاجة نحافظوا عليها افون تو تشوز، كيما نحافظوا على صحتنا لازمنا نحافظوا على صحة البلاد. خسارة على الأخر إنه حاجة كيف من هكا عندها قيمة كبيرة ومانيش فايقين بها. أزقة العاصمة وأنوجها وعادات أهلها حملت عددا من زوار المعرض إلى طفولة ما زالت الذاكرة تحتفظ منها بأشياء عديدة. أكثر حاجة رجعت لي الذكرى هي الصورة هذه، كي كان باب عزيزي هبطنا في وسط البلاد باش نشريو الكتبة، ولا مثلا كي تمشي أول مرة للحجامة مع أمك يذكرك في لحظات متاع الطفولة متاعك وشنو عشت في تونس وفي وسط تونس. معرض تراثنا الذي يستفز الذاكرة ويسائل الحاضر يبقى مفتوحا أمام الزوار إلى غاية 18 من شهر فبراير القادم، وعنوانه نهج علي بن غذاهم تونس العاصمة. ختم النشرة وهذا تذكير بعناوينها. وفاة 3 أعوان من الحرس الوطني أثناء مهمة أمنية في سبيطلة، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب تأبين لهم في العوينة ويعود جريحين في المستشفى العسكري بتونس. بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تونس تعلق رحلاتها من وإلى عدد من الدول، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا تتابع التطور الوبائي الجديد. في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، الاحتفاظ ب12 شخصا على ذمة التحقيق وتقديم 10 آخرين للنيابة العمومية وإدراج صاحب المؤسسة الموردة بالتفتيش. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات فريق الأخبار، سهرة طيبة.